العالم كله بيتكلم على طول على الفينتك والمشروعات السريعه والديسربتيف تكنولوجي، مش اي حد يعرف يعملها، ولو حد عرف يعملها مش هيعرف يعملها على سكيل كبير وكمان باستدامه سستينابيليتي. ضيفنا مختلف تماما، وليد حسونة، الرئيس التنفيذي شركه فاليو مصر. خليكم معانا في سمارت توك ات ذا ثينك تانك باي سمارت فيليج.